ركز عليهم. أيها المشاهدون الكرام من شبكة عربة دنمارك، نحن في أضخم وأجمل كافيتيريا في مدينة الكرم اسمها لاميزون، وإن شاء الله سنطلعكم على معالم الكرم الجميلة في مناظرها الطبيعية والخلابة من هذه الكافيتيريا، وانظروا إلى هذه المتكة الجميلة. تفضلوا هاتفكم. المنطقة هاي شو اسمها؟ هديك فوق في عندك بنابة، كتابة. أيوة. كتابة عندك هناك، بلعة. بلعة عندك، غاد شويكي. هاي هيك شويكي. أيوة أيوة أيوة. انظر روح صور لي هون. هاي حلوة جميلة. أول هيك أول هيك فوق. طبعا أيها الأخوة المشاهدون، هاي المنطقة شو اسمها؟ هاي شويكي. هاي مدينة شويكي، قرية شويكي. أيضا يعني مناظر جميلة جدا. تركرم كلها يعني هاي تابعة على مدينة تركرم. هاي من هاي الجهة. هنا عندنا بعد العلم الفلسطيني، وهي منطقة يعني المثلث. المثلث، وهي طبعا بتكون يعني قريبة على بحر لتانيا. أيوة. بحر لتانيا بعيد عنا هنا حوالي مش أقل من 17 كيلو، يعني بتكون في البحر. بحر لتانيا هنا بفلسطين. نعم، هذه المناظر الطبيعية الجميلة، مدينة تركرم على الساحل، وهي على حدود آخر 67. كنتم مع مراسل الجاليات في طبعا الدنمارك، ولكن الآن في فلسطين مدينة تركرم. نكمل التصوير من هذه الجهة. أشكر المصور وأشكر يعني الله يسعدك، هذا المكان شرفنا محلك. أنا يعني جيت بسبب توصيل يعني ضيوف. ابو يوسف ياسر جبر يعني وصاني اجي هون واصور المنطقه. حياك الله عمي. هذه كمان سمي لي هون شو اسم المدينه هاي عندك؟ هاي تركرم. هاي هي مدينه جنوب هي الجنوبيه. وعندك ارتاح بعدها. أيوة فرعون وشوفي والعزبه، وعندنا هناك كمان المثلث الطيبي والطيري وكلنسوة اللي هي داخلات في 48. نعم، هذه مدينة تركرم. طبعا كما شاهدتم انظر هذه المناظر الجميلة، نعتز فيها كفلسطينيين، نعتز فيها كأن أبناء هذه البلد. نحن في غربة 7 سنوات لن نحضر، ولكن ما شاء الله الله يديم الأمن والأمان في هذه البلاد، في فلسطين جميعا، حيث كانت يعني قبل 7 سنوات هذه العمارات حوالي 50% لم تكن موجودة، ولكن ما شاء الله كل سنة بازدياد. الله يديم طبعا الأمن على الجميع الفلسطينيين وجميع المسلمين أيضا، وكل عام وأنتم بخير. من شبكة عربة الدنمارك أبو أمين يحييكم في اليوم 11 من أغسطس 2018 من قلب فلسطين مدينة تركرم. أبو الأمين تفضل. حياك الله عمي. ليس يعني اقسم بالله ودعني انا وياه يعني كنت ان شاء الله اروح ازوره، بس انا مرتي واولادي تحت، نجينا يوم هيك احكي لنا هيك رساله حلوه هيك لاولاد خالك ابو علاء وطبعا محمد ابو ياسمين. سلامات ابو علاء، اهلا محمد، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ احنا في تركرم وبالصدفه تعرفنا على الزلمه المحترم ابو الامين. ابو الامين مراسل الجاليات في كوبنهاجن. اهلا وسهلا، حياك الله. والاخ ناصر ابو العبد، ابو اخوك
ودينا سلام لأهل المسكي اللي في كوبنهاجن. دار عيسى كلهم. بابا أولاد خالي وأبو ياسر ومحمود والشباب كلهم هناك وكل أهل المسكي في الدنمارك. ودار جبر وكل. دار جبر كل الشباب الطيبين. الله يحييك. أحلى شباب مسكي. أنا بقول لك إن شاء الله ألف مبارك على هذا المكان الجميل. يعني إشي برفع الرأس. صدقني يعني. زورونا هنا في المطعم. أهلا وسهلا فيكم كلكم. احنا ان شاء الله تكرم اخوي امير للشلات تحت أبو جاركم يوسف. ابو يوسف ابوي انا سعيد جدا والله وصلني من هناك قالوا روح يعني اولاد عمي اجوا هنا وقالوا لي منطقه حلوه وجميله بس انا حابين نجي المسويه. بارك الله فيك اخوي حبيبي. شكرا على التصوير وان شاء الله هيكون يعني في صفحات الفيسبوك من اجمل المناظر. بارك الله فيك. شكرا. طبعا هاي الاماكن الجميله يعني كما تشاهدون سنحضر هنا إن شاء الله ونشرب القهوة في هذا المكان الجميل ويكون تصويرنا بالليل أجمل في هذه الأماكن. شكرا وإلى اللقاء. دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لاموزين. لاموزينو لاميزون وفي سيارات اسمها لاموزين. هاي السيارة الطويلة. عليكم السلام. هاي السيارات الطويلة اللي تاعت الرؤساء والعرايس بس اسم حلو. شكرا حبيبي. راح وين؟ هلا بيجي. سلام. ما شاء الله ما شاء الله. هاي المعلمين الاثنين. ابو زين السلام عليكم. يا هلا يا هلا يا هلا ابو الامين يا حياك الله. انا استاذن ان شاء الله نرجع. عمي باسل يعطيك العافيه. يا وسام الطيار. شكرا. نحن الآن في مدينة تركرم بشارع باريس. هذا المكان الحيوي الجميل. اليوم 11 من أغسطس 2018. تابعونا على صفحاتنا. هي إحدى شوارع باريس الشهيرة في مدينة تركرم. معجنات على الفحم او الحطب.
الفول والترمس والعنب ما شاء الله. هاي طبعا قلب العاصمة في تركرم، يعني طبعا مش نقول عاصمة، يعني هي مدينة تركرم يعني اللي كنا بتصويرها من فوق مقهى موز لموزون. نعم وين معنا؟ يا هلا بالأمين يا غالي، شرفتنا يا ابو الامين، يا كبير البلد يا ابو الامين، حبيبنا ابو الامين وراسل الدنمارك، وراسل الدنمارك حبيبنا في بلادنا الفلسطينيه في تركرم. أهلا وسهلا، أشكرك جزيل الشكر وشكرا على الترحاب. والله تيناتك مبينات ما شاء الله، يعني شايفين يا شباب هاي التين الفلسطيني، يعني إن مئات السنين عشرات السنين ما ذقنا. طبعا بدي شغلبك، حط لي كفصاية. لا مش معي ما شاء الله. طبعا أخونا أحمد على تواصل معه على صفحاتنا الفيسبوك، وهو من العائلة التي نكون بتواصلنا معه دائما من الدنمارك. احكي شو في عندك. السلام عليكم حبيبي يا كبير، اهلا وسهلا. تفضل، عندنا دجاج مشوي على الفحم، عاملين عليه عرض اخوي 25 دجاج مع السلطات 25 شيكل. ايوه الوجبه نص دجاجه ولا دجاجه كامله اخوي؟ دجاجه كامله. اي نعم، بارك الله فيك. والله ما شاء الله، يعني اسعارك ممتازه جدا. يعني شو في عندك؟ كتله شكف ممكن اشوفها؟ بس شكف فاروق. نعم نعم. اي ساعه بتكون فاتح؟ الساعة 7 الصبح للساعة 11. صح يا حاج. هاي الشكف. شكف حبش، دجاج، صدر دجاج، كل شيء ان شاء الله موجود. ليس عبد الله فاتح؟ الساعة 11 بالليل. ابشر. ايها المشاهدون الكرام، نحن الان في هذا المكان الجميل المطعم، وهو احد مطاعم مدينة كرم. قبل العيد بأسبوع كنا بهذه التغطية الجميلة، حيث نقوم بتوصيل هذه الرسالة لجميع المشاهدون. تابعونا. بعدين هاي الشماسة، شماسة العرسان، وقت الزفاف، وقت الزفاف في طبعا الشوارع العامة. هذه كلها الزينات لهذه الأماكن الجميلة الحلوة يعني، والورود الاصطناعية. نعم هاي كمان سلات فخامة حلوة جميلة جدا. انتوا بس كونوا معنا تابعونا. نحن الآن قريبون من دوار جمال عبد الناصر الشهير في العاصمة، في نقول عاصمة. ها هنا الزعتر الفارسي، يعني شكله زي ريحة العطر. هاي المرمية، هاي أيضا المرمية ناشفة. تابعونا. نعم نحن اقتربنا من دوار مدينة تول كرم. نعم كم الوجبة يعمل؟ السيخ ليس عبد الظال
حياك الله. طبعا ايها المشاهدون الكرام، ها هي المطاعم المتنقلة، ها هو الدوار كما ذكرت. طبعا انا يعني شو بدي اقول لكم، يعني هاي مدينتي، يعني بعتبرها انا متوجه الى سوق، وهو سوق شهير قديم جدا، وهو معروف باسم سوق الذهب، وهو السوق القديم المتواجد في قلب مدينة طول كرم. طبعا والدي موجود في هذا المكان، يوجد له ايضا محل تجاري. هاي الصبر لك بالدلو. ان شاء الله. كما ذكرت هذا سوق الذهب. هذا المكان. السلام عليكم. الله يسلمك حاج، هسه بجي لك. هذا المكان لوالدي، هاي صورة والدي القديم جدا. وين راح؟ طبعا مش صورة هسه. ابو رامي كيف حاله؟ اهلا الحمد لله على السلامة. انا مستحيل اجي ولك انت اخ عزيز، ما بعرف ابو اخ مش عارف شو بدي اقول لك. حبيب ابو رامي يا مين يعني. انت الوالد، انت الاخ، الله يشفيكم. امين امين. شو بنسوي؟ والله ما جابني اللي مشان اشوف ابو يعني. والله يعني والله يعني. قطعت بحور وجبال وديان بس مشان اشوف. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بدي اروح اسوق شوي شوي. صار لي 4 ايام. الله يسلمك. والله مريت المغرب ما شفتك، ونسيت اسال بكم مسكرين؟ بكون مسكرين في المخزن. بكون مسكرين. فلهذا السبب الحمد لله صحتي مليحه. بس يا عم الله يسلمك حبيبي. اخبارك ان شاء الله؟ الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. برضه بعدك من المحل؟ الحمد لله على السلامه. ان شاء الله بنجيك. اهلا وسهلا. هلا بك. القهوه كنت اجلس فيها، وهناك تحت كنت اجلس كمان اتناول الطعام. هذا كل السوق هذا كنت يعني انا ربيت يعني في هذا المكان منذ صغري. يعني انظروا يعني هذا المكان، يعني ما شاء الله. هذا هو السوق القديم، طبعا طويل السوق. هذا المدرج الجديد يصل الى المسجد القديم في العاصمة. سلامات حبيبي. هذا من أشهر من يعمل الهريسة في مدينة تلكرم، المشهور يعني الذي يأكله الإنسان وهو أهلا. أنا مش ملاحق تسليمات. سلامات. ألف مبارك. ألف مبارك اللي عملته العروس، ما شاء الله عنك. يعني شو بدي أقول لك؟ الحمد لله. شو هذا؟ الحمد لله قربت لي هون. هذا عريس جديد نزف قبل شهر، وكلنا متابعينه على صفحاتنا، ونقول هسه ألف مبارك. الله يبارك وعمرك.
وجارنا كمان الله يحييك زادك شوي. بشوفك بعدين ان شاء الله. بجيك مع الدار ان شاء الله. هلا بيك. هلا الصافي كيف حاله؟ الحمد لله. فرجينا فرجينا هالكنافه اللي عندك. آه يلا التالي الغالي يابا. تالي هو الحمد لله التالي الغالي. انا بعمل لك في دعايه يا ابي كهوت. الله يرضى عليك. كريت الصافي من 80 عاما اب خبره الاباء مهاره الابناء وانا عاماً. وانا اشهد انك انت فعلا شو بقول لك يعني التوب في عمل الهريسه. اخذنا على ابونا اخذ الله يرحم اولادنا. كم سنه لك في المهنه؟ والله من عمرنا الحمد لله 40 عام. قبل ابوي 40 80 سنه الحمد لله. وعايش من ورا هي رزقك. ذلك الفضل من الله. علمنا وتزوجنا وبنينا كله بفضل الله. توفيق من ربنا. وابو شو اسمه؟ ابو الكدومي. سلامات. سلامات. اول شيء الحمد لله على السلامه. اسرك كده عند ابي روحك وخلص تحكي. بس تخلص تخلص ما دخل. لا كيف منين تشتكي؟ نعم هاي الكدومي هون محل الكدومي. انا حبيبي والله. لحسني بس لحسي هسعدك. هذا كل الشارع طبعا ايها الاخوه المشاهدون. هي الصيدليه ايضا. يعني كنت انا عايش في هذه المناطق منذ صغر. وسبحان الله بعد 7 سنوات رجعت لقيت يعني العمار والناس بكثره وما شاء الله. يعني ما شاء الله الحياة مستقرة يعني والهدوء. هاي التاكسيات في انتظار ان يحملوني الى منزلنا البعيد من هذه المنطقة وهي مدينة طولكرم. يعني تعتبر منطقة ريفية صغيرة قريبة من مدينة طولكرم. يعني شارع يكون فاصل وهو حوالي كيلو من هذا المكان إلى منزلنا. يعني حوالي كيلو من هذه المدينة الجميلة التي موقعها على الساحل الغربي وهي على آخر حدود 67 وهي القريبة من البحر الأبيض المتوسط. وهي أقرب مدينة هي طبعا من مدينة الساحل نتانيا وأيضا تكون في الداخل. تبعد عن هذه المدينة حوالي 16 كيلو مترا. هذه المدينة الجميلة ممكن يكون أعداد سكانها حوالي يعني بتقديري 120,000 نسمة. الحمد لله. أبو محمد حبيب الشعب. أنا مش قادر أمسك. كيف أنت؟ وين تجي على البلاد؟ خليها بسرك. بشوفك اليوم إن شاء الله. الحمد لله. محمد أنا عندي مسافات. بشوفك إن شاء الله. سلامات. طبعا هاي أحبابي وأصدقائي الذين يعني يعرفونني. أنا لا أستطيع أن يعني لا أستطيع أن أتهرب من أي إنسان يريد أن يسلم علي لأنني معروف في هذه شو اسمه المدينة منذ صغر. الآن سأتوجه بتاكسي إلى قريتي الذي كما ذكرت بعيدة حوالي كيلو متر عن مدينة طولكرم وهي من أجمل القرى التي أسكنها. تغطية مراسل الجاليات في العاصمة الدنماركية أبو أمين من قلب العاصمة فلسطين أيضا القدس. وأنا في مدينة طولكرم الآن. دمتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 من أغسطس 2018 أبو أمين. حاج كيف حالك؟
ابو هاني كيف حالك؟ سلامات. عارفه عارفه والجار الرضا حياك الله. الله يسلم عنك. سلمت عنك الولد هناك بالحقوق. سلمت عنك الولد. هلا هلا هلا. أنا بكل الناس بكلهم ولكم شو ملحق تسليم ولكم هذولا عزوتي هذولا يعجبكم يعني أهلي أهلي عايش بينهم عايش معهم. الله خالي على حد. فالحمد لله دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. الله يسلمك يا حاج. المدرسة التي درست بها من صغري أثناء الطفولة، هذه مدرستي التي كنت بها. هذه القرية التي تبعد عن مدينة الكرم حوالي كيلومتر واحد. تشتهر هذه القرية بالزراعة وزراعة الحمضيات وأيضا أشجار الزيتون والخضروات وتربية الدواجن. منطقة يعني هواها يعني ريف، وهي منطقة مليئة بالزراعة، والآن أصبحت العمار يعني في كل مكان. نعم هذه التي أنا أسكن بها يعني مشي إلى تلك المنطقة، هي قرية فرعون وبجانبها شوفة، وهذه هي أيضا تعتبر القرية الجديدة التي بنيت بعد التسعينات، حيث أصبحت قرية جديدة. نعم مليئة بالزعتر وأيضا بالناس الطيبة. تعتبر هذه القرية لا تكل عن 15,000 نسمة. يوجد أراضي زراعية تشتهر بزراعة الملوخية والبامية وأيضا تربية الدواجن والحليب، وكل شيء متوفر بهذه القرية. نعم كونوا معنا. طبعا هذه القرية أيها المشاهدون الكرام خرجت العديد من المهندسون والأطباء، وأيضا يوجد يعني أعداد كبيرة من الأطباء بروفيسوري يعني في الطب يعيشون خارج هذه القرية في دول أوروبية،
وهي خاصة أمريكا. هاي المسجد القديم، المسجد القديم ها هو. أنا أسكن في هذه المنطقة مسقط رأسي. نعم أيها المشاهدون الكرام، يوجد متعلمون بكثرة، 90% من الشباب متعلمين إما بالهندسة وإما بالطب وإما بالوظائف الأخرى والمحاماة. شكرا حبيبي. وإحنا عند أذان العصر. نعم، كما ذكرت أيها المشاهدون الكرام، هي عبارة عن كيلومتر من هذه القرية إلى مدينة طول كرم. ها هي آخر حدود 67 من الخط كما يذكر، وهو خط 67. أنا لا أريد أنهي حتى ينهي المؤذن وتسمعون الأذان من فلسطين. الله أكبر. لا إله. إحنا الحريم الشارع. طبعاً الفخر. شو تقول يعني؟ صاحبنا وحبيبنا وصديقنا في على صفحاتنا الفيسبوك، وهي نسيبنا جوز اختنا يعني ابو امير. سلامات سلامات. ليه 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 وين داير هذا؟ وين والله قاعد ما ندير على الوقت. وين داير؟